السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا شباب يا حلوين للعبة ذكروا موتر فيست والحلقة الثانية. سامحونا عيال تعبان، صوت شوية خربان ليومين، الوضع شوية انفلونزا والأجواء مختلفة علينا. المهم يعني ما بنطول، شفت الإعجاب وشفت الناس الكثير يتفرجوا للحلقة الأولى، فحبيت أسوي حلقة ثانية بما أنه أنا عندي رغبة أستكشف في اللعبة أكثر. أنا جربت أونلاين، جربت بعض السباقات، وجربت كيف أسوي الأول تزبط السيارة وتبنت أو عارف تركب السيارة والألوان والتزبيطات، هذه متواجدة. فلا تنسوا عيال من النشر واللايك ودعم القناة، وإن شاء الله الحلقة تعجبكم. يلا بينا. طبعا زي ما انتم شايفين رجعنا للعبة ذكروا والحلقة الثانية، بما انه شفت كثيرين معجبين في اللعبة وعجبتهم الحلقة الأولى، وسامحوني صوتي شوية لك عليه بما انه مسكني تعب أمس اليوم تقريبا، عارف تغير جو. المهم يعني ما بنطول في البداية، راح نلعب مع بعض ذكروا، وفي نفس الوقت راح نشوف عندي طبعا بعض البلاي ليست اللي نحتاج نسويها. البلاي ليست اللي انا اخترتها طبعا هذه المهمات اللي نبغى نسويها. طبعا ترى السام فوق حتلاقوا البلاي ليست، معلش عشان تفهموا، بس عندنا في اكثر من بلاي ليست نقدر نسويها، تعتبر هي المهام الرئيسيه. اخترت اللي هي امريكان ماسلز. نشوف الخريطه فين مكانها، هتشوفوا مكانها هنا، ييب شايفين هنا مكانها. طبعا الان انا ما فكيت التليبورت في اللعبه ولا لسه، دوب التجربة الأولى وهذه التجربة الثانية معاكم. بتجر هناك ونخش على المرحلة. طيب عيال خلصنا منها، بنشوف البلاي ليست. رول ذا ستريت، شايفين؟ هيطلع لي المام يقول لك الفعاليات أو أماكن التحديات للنوع هذا اللي هو رول ذا ستريت. شايفين؟ طلع لي أماكنها، كل ما تروح منطقة أو تروح نوع معين من التشالنج راح يطلع لك التحديات اللي موجودة لها. وأنت تروح تلعب جو هيد. منها تحدي، منها بعدين تشتري سيارات، منها تجمع فلوس، منها تجمع امور وترتب امورك. المهم راح ندخل النوع تقريبا الثالث. نعم النوع الثالث، الحين راح نروح نشوف المهمة. أقرب واحدة فين؟ What is next in line؟ What is next in line؟ والله قريبة قريبة. ليجندري، أوكي قريبة. جو هيد. يلا جو هيد، راح ننتقل لها. يا حبيبي درعم. درعم. We're not staying in Honolulu just yet. هالولولي جاسيات. والله شوف إن عندي كلام بس ما بلحق أنا على الكلام اللي يا إنه أشوف بس الخط. أي طبعًا دول بيلعبوا ناس أونلاين، أنتوا بتشوفوا سيارات مخفية، ترى دول الناس في السيرفر وشغالين يلعبوا، شايفين كيف؟ العالم شغالة في اللعبة والله. أبهرتني. حقيقة أنا أبهرتني. أعجبت فيها. طيب يلا جو هيد. دخلنا على المهمة. طيب هذا خير. Let's go baby. أوه راس براس. أوه يا. أنا ملك الطارة. أوه والله تحدي قوي يا عيال. الدرون كان ورانا حلو. اوه شكلهم داخلين جبل يا عيال. Hey James here. I'm talking about this drone. ابعد عني. Not actually in the drone. That would defeat the entire purpose of a drone. That would be a helicopter. يا سلام. اوه. عطيه واحده بوس. عطيه واحده تيربو. Not in a weird way. Anyway, have fun. Okay. Lamborghini versus Ferrari. Man, I am so pumped. حلو. عطيها واحدة تيرمو. Hey, yeah, no pressure, but these cars are like really expensive. So try not to crash and burn, okay? معليش والله يا اخوي، انا بعمل لك كراش كثير. إذا أنت تقول لي do not crash، I will crash the car. لأنه أنا بعتمد معاه في ال. إيش المنعطف الخطير ذا؟ والله في منعطف قدام، شوف المنعطفات. صدق ما طلعت في الخريطة. أوكي.
ابعد عنه شويه كده. الحقني 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 الخايس. لا حطيت تيربو في المكان الغلط انا. حطيت تيربو في المكان الغلط. يا ولد حطيت تيربو في المكان الغلط. طيب اوكي اوكي اوكي. Oh yeah, I should mention there's gonna be turns. Sorry. يا خويي ترى كلامك كثير. ايوه العب. اعطيها واحدة على مستوى. اديها. في منعطف هنا؟ لا خفيف خفيف. هنا منعطف خطير. حلو حلو حلو. في منعطف ثاني هنا. العب خش علي يا عم. Bull versus stallion. How we feeling about our choice down there? Not having second thoughts, are we? شكرا يا حبيبي على التشجيع بس والله انك جبت لي القلق. طبعا هذا اللي اسمه جيمس هو المسؤول على نوعية السباقات هذه. هوب هوب هوب. بوم. دايمن. حلو حلو والله عدمتهم بالسيارة يا عيال. عدمت بالسيارة. يا ولد عدمتهم بالسيارة. ايوه ما راح ارضى الا بالاول. اوكي. طيب يا عيال جينا لحد التحديات اللي هي امريكان ماسلز راح نلعبها من البلاي ليست جو هيد اللي هي جاكسون في 8. اوه كل شيء مستنج يا عيال. ظهر ان كلها مستنج. تحدي القوات. واو ابغى خطوط طويله كذا نبغى نشوف سبيد. شكلها كذا عارف خطوط. فين حاطين انا؟ حلو ال ال تغير سيارتك على حسب المشن اللي انت تدخلها. ياب ليتس جو. ايوه ايوه والله التحدي شكله حيكون مو سهل. Hey dude, you hear me okay? Jim. How's it going in there? Everything's good, man. Yeah, Jim here. I'm guessing you've been told I'll be tagging along. That is my car you're driving after all. But let's get straight into it. Rock on. Rock on, man. Leave it to me, Jim. حب الحشرة ذي عارف؟ احد استراتيجيات لعبة السيارات انك انت يمين بالله طلعت شرارة من السيارة. Here's the drill. I provide, you drive. I provide, you drive. طيب حلو حلو يلا. صدق في حاجة واحدة بتكلم عليها إلى الآن ما شفت اللي جراج خاص فيا أعدل في سيارتي. أو أسوي أبجريد إلى الآن ما شفت. That's one left. Don't get shy now. Every car you'll use in this playlist are part of my personal collection. But hey, حلو. That's okay. This was my idea, so don't get all nervous about it. يقول لك اي حاجه تلعبها في البلاي ليست هذه سياراتي فالوضع اوكي يعني حبي ما عندي مشكله. اهم شيء ان انت تدعس تفوز. No matter how fast and harsh you drive, they can take it. And I've been told you know your way around cars anyway. No sweat, just go. حلو حلو. مضمار حلو جميل وتحدي جميل. I'm just حلو المنعطف ذا كان. That place kind of
reminds me of Jackson Wyoming. I played there a couple of times. You know, feel خلاص خلاص خويا هذا جالس يغني على راسي. لا 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 تغني على راسي معليش. But the mind wanders. Gotta say, I like the climate here better. Go ahead, go ahead, go ahead. والله لعبت في حسبتهم يا يعني. لعبت في حسبتهم. That's it. Fire it up. Fire it up. هات. كذا ايوه ايوه خلينا نسوي حركات. أدي تربو. This is me. Yes, I am the winner. Great job, Iron Gun. Woo-hoo. Looks like Motorfest didn't BS me about you. طيب. أرتقي للمرتبة. أنا مو من الثلاثة أنا الأول. مو بس من الثلاثة أنا الأول. Yes. واو. والله عيال دخلت على السباق أتوقع إنه أونلاين. خلينا نجرب. Go ahead. Go ahead, go ahead. يقول لك مرحبا في جريند ريس سباق عطور التنافس الشرس يجمع ما يصل الى 28 لاعب سباق فيه ثلاث اقسام مختلفه لكل منها في امريكا اوكي هاب دخلت اونلاين صراحه يلا جو هيد 28 لاعب ثلاث اقسام متنوعه وخط طويل شكله في السباق جو هيد ليت مي تراي يلا ليتس جو دخلت والله فجاي يعني انا جاني فضول ابى اجرب الخريطه غير الاشياء العاديه فدخلت على هذا جو هيد 28 لاعب ولا عدد يهو دامت من واو واو هنا هنا Yes, yes, thank you. Thank you so much. Hey, hey, hey. Move slow. الكل يصدم. والله الكل يصدم. الكل يضرب. حلو. أبعد عن التراب يا رامي. ايوه 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 خذ زي كذا. الوضع كله الكبطيشن اح 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 شكرا كل واحد يخش على الثاني عشان يقدر يلف اللفه طيب جو هيد جو هيد حلو زي ما انت تستفيد انا استفيد يا وسخ والله انا 17 جو هيد جو هيد خطر حق تيرمو واو حتى اللي قدامي ضرب نو ايه فرحت انا او تغيرت السياره او تغيرت السياره راليات دم 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 الكنترول اختلف عيال الكنترول اختلف مو سلو مو سلو مو سلو والله وصلوا بسرعة يا عيال خشينا في الجدران شبعنا والله الخط مش سهل وبعيد عن الاول انا بعيد عن الاول بشكل مره كبير لكن بنحاول
لا لا عشان نجيب بس شيء من الارقام القريبه. ابعد ابعد يا حبيبي. هذا كان غير دباب. يا ولد والله مصروف. لا والله غش والله غش والله غش يا عيال والله غش. تغير لي وينيت ما ادري 4x4 وسط. والله ولا حق التعب يا عيال والله ولا حق التعب اني رجعت 20. ابعد عني انت. للاسف يا عيال للاسف جدا 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 لما تغيرت ال 4x4 اللفه ذيك والمنعطف ذاك ضربت في نقول الرصيف ضيع لي الشغله كامله بصراحه. خلى السباق كله يروح في جهة ثانية بس حلو والله. طبعا برضو احد النقاط اللي انا كنت بتكلم عليها من اول وكنت بدور عليها انا كيف يكون عندي جراج، كيف اسوي ابجريد، كيف اضبط السيارة، لون السيارة. طبعا بتدخل على الخريطة تضغط ستارت تروح على المتجر فيه كل شيء. طبعا انا من اول كنت احوز حقيقة عشان اعرف كيف الطريقة لين اعرف تخصيص السيارة المظهر عروض وحزم فاهمين شباب. دليل السيارات فيه 604 سيارات يعني هاك قدر ما تبغى سيارات دبابات وفي طيارات كمان. مستغرب في سباق طيارات شكله في اللي هو الفورمولا 1 والله في اشياء بحريه كمان بوت فشكله في تنوع في السباقات. شايفين السيارات المتواجده والله كثير 600 وحاجه ممتاز يعني العدد حقيقه. وشوف قديش اسعاره وعندك الفلوس اللي انت جمعته تشتري منها تقريبا اقدر اشتري. عندك الاودي عندك الورده هذه اودي خلينا نجرب نشتري حاجة. ايش هذا؟ بنتلي كم اسعاره؟ طب خلينا نشوف لنا خلينا نجرب نشتري. بصراحة أنا ما كان بالي إنه اشتري بس شكلي راح اشتري سيارة بوغاتي كادلك. يوه يا عيال الشيء الكلاسيك تيم شفروليه والله شفروليه بطلع يا اسمعوا هذا وحش كم؟ أنا كذا بشتريه عشان شكله بصراحة. اللون ظبط ايش اللون؟ اللون لا لا اللون كان بطل الاسود جدا بطل. وهيت الجنود طب انا كم عندي فلوس؟ ايوه 2 طيب وهيت تجربه نشتري ليله. طبعا كومارو هذه قياده تخصيص. طب خلينا نشوف ننزل قياده يوب انا ما بدخل في الموضوع ذا كثير. نرجع كذا المركبه شايفين تقدر تخصصوها هذه المركبه وهذه المركبه الثانيه. تضغط اكس قياده لا معلش انا رجعت قياده معلش عيال سامحوني. ترجع المركبه تضغط عليها اكس في ترقيه تخصيص شايفين اللون زي ما انتم تبغوا الاجزاء اللي قدام شايفين تخصصوها. ترجع المظهر الظهر في اشياء بالك انت تطلعها انا ما عندي شايف هذه الاشياء برضو ما عندي برضو الزينه هنا في اشياء الظهر لازم تشتريها شايفين
حلو، هذه جاهزة والله. واو شايفين جاهزة. جايم يا عيال. طبعا هذا اخر حاجة انا كان ودي بصراحة استكشفها في اللعبة، وعارف كيف اجيبه شكله، ممكن كمان تدعو اخوانك وتلعبوا ملتي بلاير، تخش في اشياء كثيره. المهم يعني هذه نهايه الحلقه ونهايه تجربه ذا كرو، برضو ما زلنا احس انه لسه جالس اجرب فيها واستكشف اشياء اكثر. الحلقه الثانيه من لعبه ذا كرو فيست، طبعا موتر فيست. يعطيكم العافيه، لا تنسوا النشر واللايك والدعم للقناه، وان كان تبغوا حلقات زياده ان شاء الله راح ننزل لكم بدعمكم. سلام.